وخليني اجي لك يا دعاء، يمكن رحل مجموعه كبيره من اللاعبات في مركزك، والجهاز الفني الحقيقه راهن عليك بشكل كبير، وكان باينه من الدفع باوقات معينه، وكانت الثقه فيك بشكل كبير. ده ما قلقكيش في بدايه الموسم؟ لا لا خالص، هما يعني اللي رحلوا دول ما مش مركزي قوي بصراحة، بس احنا زي ما نهلة قالت احنا طول عمرنا متعودين على المكسب، فكان صعب قوي ان احنا نعمل حاجة غير كده. بالعكس احنا مركزي الموجودين دلوقتي يعتبر احسن اربعات في مصر صحيح. موجودين في النادي الاهلي ده بجد، حتى احنا في المنتخب دلوقتي هما الاربعة اللي موجودين معايا في المنتخب، هما اللي معايا في النادي، فاحنا السكواد بتاع مركزي احسن اربعات في مصر موجود في النادي الاهلي. بس هو السنه دي اللي فرق معانا زي ما نهله قالت اصابات في وقت بصراحه احنا ما كناش عاملين حسابه خالص. صحيح. احنا كسبنا وقت كريتيكال. بالظبط، يعني احنا كسبنا الدوري وفي اصابات، فاحنا ما لحقناش نعالج الاصابات اللي كانت موجوده في الدوري، كان في فرق اسبوع ما بين الدوري والكاس. طب انا هسالك، يعني اصعب المباريات السنه دي كانت ايه؟ يعني من وجهه نظرك هل الخساره الاولى في الدوري هي دي كانت اصعب حاجه؟ يعني ايه اصعب او اصعب الاوقات اللي عدت بالفريق؟ اي خساره بتحصل بتبقى صعب من اصعب اوقاتنا، عشان احنا ما مش اتعودناش، صاحب، برافو عليك. اللي ما اتعودش على حاجه فلما بيتحط فيها بيبقى الموقف بالنسبه له صعب جدا بصراحه. وغير كده وكده هو النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها المركز التاني، هو المركز الاول ونص ده مش بطوله، يا الاول يا لا. فانا من ساعه ما جيت النادي الاهلي وانا متعوده ان النادي الاهلي ما بيقبلش باي حاجه غير الاول.